اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج خزائن الذهب على منصات موقع الحدث. ما ينفعش ابقى عامل برنامج عن اشهر قضايا سرقه الذهب وما اجيبش سيره اشهر سفاحتين في تاريخ مصر، ريا وسكينه. ريا وسكينه مش بس حراميه ذهب، لا دول كمان قتالين قتل، قتلوا حوالي 17 بنت. مين دول وجم منين؟ هنعرف دلوقتي. ريا وسكينه اتولدوا في قريه اسمها الكلح، ودي تابعه لمركز ادفو محافظه اسوان، وده تصحيح لمعلومه غلط ان الناس فاكره ريا وسكينه من اسكندريه. في الحقيقه هم اتنقلوا من مكان لمكان بعد موت ابوهم وهم في سن صغير، زي انهم راحوا بني سويف، بعدها بفتره راحوا كفر الزيات، وكانوا هناك رايحين عشان يشتغلوا في شيل وجمع القطن. لحد هنا وكانت كل حاجه ماشيه كويسه وزي الفل، لحد بقى ما راحوا اسكندريه، تحديد حي اسمه حي اللبان، وكان يعتبر من افقر الاحياء اللي موجوده في اسكندريه وقتها. اشتغلوا فيها 3 سنين واتجوزت ريا من واحد اسمه حسب الله سعيد مرعي. اما سكينه بدات مشوارها بمشي مش بطال، واشتغلت في الدعاره، يعني انا مش عارف والله من حلاوتها ولا ايه. المهم من كتر الناس اللي سكينه كانت بتقابلهم وقعت في غرام ودباديب واحد اسمه عبد العال. من هنا بقى بدات الخناقه، وما رحموش حد بعد ما اتفقوا مع 2 كمان ينضموا للعصابه، وهم رابي حسان وعبد الرازق يوسف. وبعد ما الاثنين دول انضموا للعصابه دي ما ضيعوش وقت والشغل بدا. ريا وسكينه كان من ذول الاماكن اللي فيها تجمعات ستات كتير زي السوق مثلا، ويحطوا عينهم على الواحده من دول يبقى خلاص كده امرها انتهى. طيب هما كانوا بيعملوا ايه عشان يجيبوا البنات دي وتكسب ثقتهم؟ ريا كانت تدخل على البنت من دول وترغي معاها شويتين، وتاخدها بقى تفرجها على شويه حاجات رخيصه في السوق. بس للاسف الحاجات دي ما كانتش بتكون رخيصه ولا حاجه، الواحده منهم كانت بتخدع الستات دي عن طريق انها تعرض الحاجات بسعر قليل. اصل مين هيحب يدفع فلوس في حاجه وشخص واقف يعرضها عليك بسعر اقل؟ مفيش طبعا. المهم بقى كانوا بيقنعوا البنات يروحوا معاهم البيت، وبعد ما يروحوا يضحكوا ويهزروا شويه، شربوهم خمره مفعولها قوي، ومين اصلا هيعرف انواع الخمره اكتر منهم. المهم بعد ما البنت تشرب وتدوخ يخنقوها ويخلصوا عليها. وهنا بقى بيجي دول الاربعه اللي معاهم، حسب الله، عبد العال، هرابي، عبد الرزاق، يحفروا في الارض ويدفنوا الضحيه، وهكذا مع كل واحده من ضحاياهم. واستمر الوضع على كده لحد ما وصل عدد الضحايا زي ما قلنا 17 بنت. الجرائم اللي بيعملوها دي اتكشفت بالصدفه في 11 ديسمبر 1920، لحد ما اليوزباشي ابراهيم جات له اشاره تليفونيه من عسكري في دوريه شارع ابي الدرداء، بيقول له فيها ان لقى بقايا هيكل عظمي وكل حته فيها مفصوله عن التانيه، وقدر يميز ان الهيكل ده لبنت عشان شعرها كان لسه موجود ومرمي جنبها طرحه سودا. الهيكل ده طلع الشارع ازاي؟ محدش يعرف. المهم بعدها بوقت مش قصير واحد راح جري على الاسم يبلغ انه لقى هيكل عظمي لبنت تاني، بس المره دي مدفونه في اوضه من اوض البيت اللي كان بيحفر فيه عشان يعمل تعديلات على خط السباكه. ولما بلغ عسكري من الاسم راح على هناك، وفعلا لقى كلام الراجل صح، هيكل عظمي مدفون في ارضيه الغرفه. طيب مين كان مأجر الغرفه دي؟ كانت مأجراها سكينه، بس طلعت منها بعد ما صاحب البيت اخذ حكم بطرد الراجل اللي كان مأجر البيت، واللي هو بدوره أجر الغرفة لسكينة. سكينة بعدها حاولت بكل الطرق إنها ترجع للأوضة دي، بس للأسف صاحب البيت موافقش. كده طبعا واضح قوي ليه سكينة كانت بتحاول ترجع للأوضة. بعد كل الحوارات دي بدأ المخبرين يركزوا في كل كبيرة وصغيرة في المنطقة، حد ما في يوم مخبر اسمه أحمد البرج لاحظ طلوع بخور من أوضة ريا في الدور الأرضي طبعا، وده اللي خلاه يدخل الأوضة على ريا وسألها ايه كل البخور ده؟ ارتبكت وقالت انها بتولع البخور عشان الريحه اللي بتكون طالعه من الرجاله السكرانه اللي بتيجي مع سكينه اختها. الراجل طبعا ما صدقش حاجه من الكلام ده، وبلغ انه شاكك في ريا واوضتها. وبالفعل راح مجموعه من العساكر والمخبرين للاوضه دي، ولقوا فيها صنداره خشب يخزنوا فيها حاجتهم. الضابط اللي معاهم امر انهم يفضوا الاوضه، ولما عملوا كده لاحظوا ان بلاط الارض مخلوع او لسه متركب جديد. الضابط امر بخلع البلاط، ولما ده حصل شموا ريحه، اكيد اي حد هيقدر يميز ان في حاجه مدفونه هنا. ولما كملوا خلع البلاط كانت الصدمه لريا لما لقوا جثه بنت. اخذ الضابط ريا معاه للاسم وعمل محضر بالواقع عليه، ولما الناس اللي موجوده في الاوضه دي لقوا ختم حسب الله مربوط في حبل واقع منهم جنب الجثه، بقت خلاص كده لبساهم لبساهم. ومن هنا ريا قالت حاجه غريبه جدا اللي هي ملهاش اي علاقه بالكلام ده، وان اللي بيجيب البنات الاوضه هم 2، واحد اسمه عرابي وواحد اسمه احمد الجدر، وانهم هم اللي كانوا بيعملوا الكلام ده. المهم ان في حد بلغ ان ريا مأجره اوضه تانيه في مكان تاني، والبوليس راح على هناك ولقوا جثه جديده. خلاص كده يا ريا انتهى الامر. بعد الكلام ده طلعت بديعه بنت ريا تطلب الامان وانها تتكلم بعد ما تاخد الامان. البوليس ادهولها، واللي بدورها كانت بتقول اللي كان بيجيب البنات رجاله زي ما امها قالت، وفضلت طبعا تقلل من دور امها، ومن ناحيه تانيه سكينه تقلل من دور جوزها. المهم بعد الكلام ده كله اتقبض عليهم واتحكم عليهم في 16 مايو 1921 الساعه 8:30 الصبح بالظبط بالاعدام على ريا وسكينه وحسب الله وعبد العال. وفي راي تاني بيقول ان ريا وسكينه مالهمش في اي حاجه من الحاجات دي، وانهم اتعاونوا مع الجهاز السري لثوره 19 لمواجهه الاحتلال الانجليزي،
اللي بدوره لفق لهم القضية دي عشان يخلص منهم. وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج خزائن الدهب. أشوفكم الحلقة الجاية. أنا أمين بدير، سلام.